مساء الخير عليكم جميعا يا جماعة. انتوا طلبتم معانا ان شاء الله ان احنا نوريكم ازاي السيرفايكال هاب بتتعمل. تمام، بصوا دي الارمامنتيريوم بتاعتنا. انا جايب لكم كاست ومحضر فيه السنه دايركت كومبوزيت فينير، بمعنى ان انا شايل لحد السيرفايكال حوالي 2 او 3 من 10 وعايز اعمل حاجه اسمها سيرفايكال هاب. طب يعني ايه سيرفايكال هاب؟ الفكره كلها انا لما بحب اعمل ليرنج للكومبوزيت للفاينل لير ببقى عايز حاجه تكون قافله من عندي عند السيرفايكال وعامله لي سيل ويبقى الكونتور بتاعها شكله حلو. فاحسن طريقه ليها بتتعمل عن طريق حاجه اسمها سيرفايكال هاب فورميشن. هوريك الانسترومنت بتاعتها بتتعمل ازاي وبتتعمل ستيب باي ستيب ازاي. بصوا احنا معانا هنا الاونيكا، تمام، ومعانا الطفل الماير. فانا هوريك هي بتتعمل ازاي بالاونيكا وهوريك بتتعمل ازاي بالطفل الماير. بس انا اللي يهمني اكتر الطفل الماير عشان دي الحاجه الرخيصه او الافوردبل اللي انت تقدر تتعامل معاها. ومعانا سكالبل رقم 12، تمام، ومعانا هنا الانسترومنت بتاعت الاكسسو للناس اللي مش عايزه تجيب سكالبل وعنده الانسترومنت دي متوفره. لو متوفره تبقى اجمل، مش متوفره سكالبل عادي خالص. وقلم رصاص وفلاوبل كومبوزيت عشان عايز اوريك ازاي بتحرك الجينجفال زينس. انت عندك حاجه اسمها الجينجفال زينس الموست ابيكال بوينت، عايز اوريك ازاي تبدا توديها ديستال بالكونترا. الموضوع بسيط خالص على فكره يا جماعه وسيمبل جدا جدا جدا. ويعني امبارح بصراحه لما انا عملت البوست بتاع مين اللي عايز يعمل السيرفيكال هاب انا كنت مش متوقع التفاعل ده بصراحه منكم حقيقه يعني، فانتم احرجتوني. وإذا كان عليا والله أنا نفسي أعمل لكم الكومبوزيت كله لايف، وإن شاء الله إن شاء الله هعمله لكم ستيب باي ستيب كده. هاخد لكم مرة السيرفايكال هاب، مرة هعمل لكم الطفل الماية، مرة هعمل لكم الفاينل لير، مرة هعمل لكم الليرنج، إن شاء الله لحد ما الكورس كله يبقى لايف. أنتوا عارفين أنا مش مع المبدأ اللي هو الكورسات تبقى بيت وإن أنا لازم حاجة قصاد مقابل وكده، لا، أنا شايف إن أنا دوري إن أنا أفوت أعلم الناس كلها والناس تبقى عندها الفكرة كلها. والناس تبقى ملمه بالمعرفه والعلم الكل، لان لما نجي الحاجه دي ليك يعني علم اللي هتنتفع بيه بعد كده. فتعالوا ناخد الخطوات بقى ايه ستيب باي ستيب. بص دي اليونيكا ماتريكس او في ناس بتسميها اليونيكا، تمام. فكره اليونيكا انها ممكن تعمل ابلكيشن للسيرفايكال هاب مع الميزيال والديستال مع بعض. بيبقى الابلكيشن بتاعها شايفين عامله ازاي؟ بتدخلها بالمنظر ده، تبدا تعديها ما بين السنان. هنحاول نجيب لكم زوم على قد ما نقدر، نحاول نظهر لكم الحالة على قد ما نقدر. بص هدخلها براحة ازاي، هلف لكم الكاست كده عشان اوريك انا بعمل انجيجمنت للمنطقة دي ازاي. المفروض انك تدخلها لحد ما تبقى ناحية السيرفايكال مقفلة على الاخر كده. بص انا هفتحها لك اهو عشان اوريك فكرة التقفيل، وابدأ اضغط هنا كده هتبدأ تقفل معايا وتديني شكل الميزيال وشكل الديستال. هي دي فكرة الأونيكا ماتريكس عشان ابني السيرفايكال هاب بتاعتي. شايفين بتبقى عامله ازاي؟ اجيب لكم من كل الزوايا عشان الدنيا تبقى واضحه. طيب انا مش عايز اعمل بالاونيكا لان انا دكتور انا ما استحملش تكلفتها وكده. لا عادي خالص يا جماعه، احنا هنستخدم الطفل المارة العاديه خالص، لا محتاجين اونيكا ولا محتاجين تكلفه ولا محتاجين اي حاجه. ادي الطفل المارة البند العاديه، بص عليها اهي. طيب انا هتنيها كده اعمل لها كيرفيتشر عشان ما تتوهش معايا. لما تيجي تعمل لها كيرفيتشر هتلاقي ناحيه بالمنظر ده وناحيه بالمنظر ده، ناحيه بالمنظر ده وناحيه بالمنظر ده، مايله كده، تمام. الميل اللي تحت ده سيرفايكل، الميل اللي فوق انسايزر، الميل اللي تحت سيرفايكل، الميل اللي فوق انسايزر. بعد ما تعمل لها بالمنظر ده انت ممكن تعمل لها ابلكيشن على طول وتستخدم السيرفايكل هاب بالطريقه دي عادي خالص. بس في طريقه احلى وسهل خالص يعني مش هتتعبك وبسيطة، انك هتعمل لها موديفيكيشن. ازاي؟ هتيجي على البند بالمنظر ده وترسم الحتة دي كده وتعلمها كويس وتقوم قطعها بالمقص. يعني الجزء الصغير ده هتقطعه بالمقص عشان في الآخر تبقى عاملة معاك كده. بصوا معايا. طب انا ليه بعمل الجزء ده؟ عشان اقلل السيكنس بتاع البند في المنطقه دي فيزود عندي الفيزابيليتي، ابقى شايف كويس قوي وده احسن ليا، تمام. طب ممكن يا دكتور اشتغل بقى كده على طول؟ اه ممكن عادي مفيش مشكله، انا بشتغل بقى كده على طول. بس احيانا بحب اقطع القطعه دي عشان ابقى عارف الاكستنشن بتاع السيرفايكال هاب بتاعي بالظبط واصل لفين. طيب هبص عليها تاني واتنيها تاني، تمام. الجزء اللي انا قطعت منه انسايزر، الجزء اللي انا ما قطعتوش سيرفايكال،
الجزء اللي انا قطعت منه انسايزر، اللي انا ما قطعتوش تمام سيرفايكل. طيب هعمل لها ابلكيشن تاني اهي يا جماعه. بص بقى اهي، ابدا اضغط عليها عشان اتاكد انها سيلد من ناحيه السيرفايكل. بص هي هنا مفتوحه ازاي. بص 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 كده. الفكره انت ممكن تبني ميزيال وديستال كمان بنفس الطريقه دي، بس انا بفضل نعمل سيرفايكل هاب بدي وبعد كده نستخدم في الميزيال وديستال سبون ماتريكس، او ممكن نستخدم التور في ام بالتكنيك اللي انا كنت عملته في الايدكس ازاي بنعدل عليها بتاع فانازار. سهله. طيب هي سيلد اهي، اتاكد ان مفيش اي حاجه ظاهره تمام. موضوع بسيط خالص، فوكس يا دكتور سيف عشان كل حاجه تبقى واضحه في المرحله دي. تمام، هتيجي بالفلو بالكومبوزيت بتاعك في المنطقه دي وهتحط 1 مللي كومبوزيت بس، ما تزودش. حاجه بسيطه خالص يا جماعه اهو. شايفين سهل ازاي؟ حته كومبوزيت صغيره خالص، وتبدا تفردها في المنطقه دي كده، تفردها في المنطقه دي كده بالبروب. مش عايز منك اكتر من كده. تعمل كيورينج وتتاكد انك عامل فول كيور حلو في المنطقه دي عشان ما يطلعش مع البند. على الاكريل على فكره ممكن بسهوله يطلع من على البند، لكن في اسنان البيشنت لا ما بتحصلش، صعبه شويه. فول كيور عشان تتاكد انها تمام. بص معايا، بص كده، حاول بقى نوريكو يعني ايه سيرفايكال هاب. بص كده معايا، لو انا عامل باليتال شيل ومقفلها للاخر وسيرفايكال هاب، يبقى انا عندي كده القاعده اللي هبني عليها باليتال والقاعده اللي هبني عليها سيرفايكال. طب انا يا دكتور السيرفايكال هاب ده ايه؟ خلاص عرفت انت ايه مكانها؟ تمام، اتمنى تكون باين قدامكم في الفيديو. هي الحته الصغيره دي خالص، الاكستنشن بتاع ليبيا اللي هو المهم، الاكستنشن بتاع ليبيا اللي هو المهم. انت بتعمله زي النيبرنج، ولو انت بتشتغل دايركت كومبوزيت في نير كام سنه جنب بعض هتخلي كل السيرفايكال هابس بنفس الحجم. طب انا يا دكتور عملت السيرفايكال هاب وطلعت زايده معايا، يعني طلع فيها فلاشز من حته معينه، هتيجي بالهنا اهو بص بالمنظر ده كده وتتحرك بالراحه وتكحت كل الزيادات اهو، واكحت كل الزيادات. هي دي فكره السيرفايكال هاب يا جماعه. الموضوع بسيط خالص، يعني حتى زيت خالص عندي انا اهو وامشي لها بالايه بالمشرط بتاعي. طيب عايز بقى تعمل الجينجفال زينس بتاعك وتحركه وتحطه في مكان معين، تحطه ازاي؟ موضوع هايف جدا 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 ومش معقد زي ما انتم متخيلين. الجينجفال زينس بتاعي في السنترال تمام بيبقى نص ملي مع اللونج اكسس، يعني برحله سنه نص ملي ناحيه الديستال. بتاع اللاترال ممكن يبقى ملي شويه. هتيجي بالقلم والرصاص في المنطقه دي وتعلم في الحته دي اهي، المنطقه دي بتعلم عليها ومنتهى البساطه، وتيجي بالبير بتاعك تمام شغال يا دكتور سيف، وتبدا تشيل من المنطقه دي بالراحه. عشان تدي ايحاء انك رحلت الجينجفال زينس ناحيه الديستال. طب دي يا دكتور بعملها دلوقتي في الاول ولا بعملها في الاخر؟ لا اعملها في الاخر، يعني بعد ما تخلص الليرنج كله بتبدا تعمل الحركه دي، بس انا بعملها لك دلوقتي لان انا مش هعمل ليرنج، لكن انت بتعملها في الاخر خالص، يعني بعد ما تبني الفاينل لير دي لفوق بتقوم معلم بالقلم الرصاص في المنطقه دي وتبدا تشيل من الحته دي كده اهو، فتبدا تدي ايحاء ان الجينجفال زينس بتاعتك اتحركت ناحيه الديستال. بس كده. يبقى انا السيرفايكال هاب بتاعتي بمنتهى البساطه بعملها باستخدام الطفل الماير بعد ما اعمل لها موديفيكيشن وتطلع بالمنظر ده تمام. كل اللي محتاجه سكالبل ده فلو بالكومبوزيت. انهي شيد يا دكتور من فلو بالكومبوزيت؟ انا عايز اعمل بليندنج للشيدز وتطلع معايا الالوان حلوه. لو انت شغال الفاينل لاير بتاعت البادي بتاعك وليكن اي 2 خليها اي 2. طب لو انت شغال اي 3 خليها اي 3. بس بمنتهى البساطه اي 1 خليها اي 1، يعني هو الشيد بتاع الفاينل لاير. وما تقلقش بيحصل بليندنج كويس. الكاميرا الاماميه يا دكتور سيف. بس كده يا جماعه.
شكرا دكتور سيف، تعبوا معايا، هو اللي منظم معايا كل حاجه بصراحه، ما تحرمش منكم وما تحرمش منكم انتوا كمان. حد عايز يسال في حاجه يا جماعه قبل ما اتوكل على الله اكمل شغلي؟ احنا في العياده بتاعت وايت سمايل، اتمنى تكون الدنيا واضحه وانتوا تستاهلوا كل خير والله، وانا سعيد ان في ناس كتير عايزه تتعلم بالمنظر ده حقيقه. يعني الناس برضو بينقصها كتير حته ان مش كل حاجه متاحه، انا عارف، والكورسات هاي الافوردبل، وفي ناس ما تستحملش التكلفه بتاعتها. وانا والله يعني انا على وعدي ان شاء الله هقدم الحاجه دي ستيب باي ستيب، ومش عايز مقابل، يعني انا عايز الناس تتعلم الكلام ده. هحفظ الفيديو طبعا، طبعا هيفضل موجود. دكتور ايكو باندات جاهزه؟ اللي هي الاونيكا اللي انا وريتها لكم، هي دي بتشتريها جاهزه وبتشتغل بيها، وممكن تعقم بس وانت بتدخلها ممكن يحصل لها وربجي بسهوله، فحافظ عليها. يلا يا جماعه ليلتكم سعيده، تصبحوا على خير.